انا بسوي سامشن. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا حلينا 10-2 بطريقة الكتاب. في طريقة تانية للكتاب اللي هي في 10-3، ودي اللي بيفضلها الدكتور، ان انت اللي تعمل assumption للسي. طيب تعالى نشوف 10-2 نحلها ازاي بالطريقة اللي هو طالبها الدكتور. يقول انا عندي موزيك واي، يشتغل كومبرنش، لان انا عندي ممكن يشتغل ايه تنشن، هنشوف قدام شوية. كومبرنشن سبرينج از نيد تو، هذا القوة اللي هو عايزه يشتغل بيها، فما قاليش ان هي سوليد فورس، يبقى نعتبر ان هي ماكسيموم فورس. عايزين يشيل كام؟ قال لي 20 باوند لود بعد ما ينضغط 2 انش. فبيكوز اوف الاسمبلي كونسنتريشن، في تصميمك خلي بالك، قال لي خلي السوليد لينس ما يزيدش عن 1 انش، كتبته اهو، وكمان الفري لينس ما يزيدش عن 4 انش. يلا قال لي ديزاين بقى السبرينج. طيب انا هنزل تحت اهو، خلاص ده الحل الاولاني. عايزين نحل بقى بالطريقه الثانيه، هكتب انا اهوت السوليوشن او طريقه النظر سوليوشن. الطريقة هي هذه أفضل بالنسبة للدكتور صح؟ ايوه هي افضل، هو بيحبها، خد بالك، تمام. وهي سهله، ما هي الصعبه ولا حاجه. طيب حتى هو ممكن يقول لك ايه، اديني قدامك تريال، يعني نقول تجربة أو تغير، يعني مرة واحدة تجرب. فالمرة الواحدة دي أو عايزينك، هو قال راح أعطيك assumptions جاهزة، طيب كويس، ولو ما يعني طلعتش تقدر تجرب assumption تاني، صح كده؟ ايوه. طيب الاسامبشن هذه اللي يعطيناها احل عليها ويطلع غلط، مثلا ان ايه يطلع أيوة غلط اروح اعيد من جديد. هنقول لك تمشي ازاي من هنا برضه. طيب الشروط اللي هو قايل عليه، خلينا نقول مع بعض اهو، كان قايل لي ان الاف، وانا قلت هفترضها اف ماكسيموم اللي هي 20 باوند فورس، والدلتا واي المصاحبه ليه او الواي بس ما فيش مشكله كانت 2 انش، وقال لي الاس سوليد المفروض يقل عن 1 انش ما يزيدش، والال الفري لينس اقل من يساوي 4 انش بس. فاحنا عايزين نطلع ايه؟ عايزين نشوف تطبق للشروط ديت، وتعمل تشيك هل في باكلينج ولا مفيش باكلينج، وتطلع الدي اللي هو الدايميتر بتاع الواير، والمين دايميتر بتاع السبرينج عشان يتصمم. طيب من المعطيات الاول انا اقدر اطلع الكي ثابت النار، اهو ادي الكي، هاخد الاف اللي انت قلت عليها ماكسيموم على الدلتا واي، فيبقى 20 على الاثنين تطلع لي 10 باوند فورس لكل انش. تمام، نيجي نقول له بقى الكونسنتريشن، الكونسنتريشن الافتراضات اللي انا عايزها. طيب هو ما قاليش الاندس، النهايات بتاعته عامله ازاي، فهو في الديزاين هيقول لي. فطبقا للمساله دي، هو ما قالش، فاحنا هناخد الايه، الحاجه السهله، الحاجه اللي هي اقل تكلفه، يعني اللي هي تبقى بلين، مش اقل تكلفه، يعني فيها سيفت عالي، زي اللي افترضه في حل المساله رقم 2 دي اللي هي 10-2 فوق. قال ان هي الاندس بتكون سكويرد يعني اند دائما افترض كذا انا سكوير. سكويرد اند جراوند. لو ما قالش، حلو، تمام. لو ما قالش خلينا سيف وافتح له تاني وعلق ليه. طيب قلنا لو ما قالش يبقى احنا قلنا سكويرد اند ايه اند بلين. طيب ننزل تحت اهو، يعني ان سكويرد اند بلين. طيب ايه كمان؟ هو ايه اللي ان هو كمان ما قالش في سيت ريموفل ولا لا؟ ادام ما قالش يبقى برضه كان وفر، ونقول ان هو بيفور سيت ريموفل، يبقى هنا كمان بقول له بيفور الست ريموف. واسوي assumption للسيفتي فاكتور. ايوه بيفور ست ريموف، فانت لما تروح للجدول اللي هو 10 4 في الميوزك واير هتلاقي البرسنت قيمتها 45. 45. وريني الكلام ده يا استاذ، اما انا فاتح ملف ده معايا عشان ايه
انا ما دام نطلع بعيد ونلاقي الجداول ندور عليها، نجهز الجداول جنبنا من مره واحده اهو. قاعده 10 6 10 6 انا اسف اهو. كان بيقول لي الست ريموفل ومش الست ريموفل، فبيفور الست ريموفل اه ده قيمته اهيت للميوزك واير ادا 45. يبقى انا جيت هنا اهو الملف بتاعي اهو، عرفت المهم تمام ان الفاكتور سيفتي قيمته 1.2 ماشي، وان الاف سي الاف سي اللي هي قيمتها 15 من 100. طيب اذا ابتدي احل بقى، لا قبل ما تحل هنقول له هنبتدي بالسي. السي دي احنا قلنا الرينج بتاعها من كام لكام؟ من 4 الى 12. من 4 ل 12. يبقى اذا ما تزيدش عن 12، ما تزيدش عن 12. طب لو زادت من 13 مش مشكله، يعني لو غصب عني اوكي، لكن انا في الاسامش بتاعي لحد 12، والافكتيف نمبر اللي هو الان ايه من 3 لحد كام؟ 15. طيب ده نبتدي 15 نبتدي من اول كام؟ 10. 10 انا دايما دايما ابتدي اقول لك من اول 10. اوكي نبتدي بقى نطلع الحاجه اللي هي مرتبطه بيه. اول حاجه اللي هو البيرجش استخراج الكي بي هو 4 سي زائد 2 على 4 سي ناقص 3، فتيجي تحسبه يبقى 40، يبقى 42 على 37 هلاقي قيمته 1.135. بعد انت طلعت الكي بي. طيب ايه كمان اللي انت محتاجه؟ اجي اطلع الاف ماكسيمو اهو، الاف سوليد اسف اللي هو 1 زائد الاف سيتا موضوع في الاف ماكس. فالاف سيتا احنا قلنا 1.15 من 100 جمعت على الواحد ضربته في 20 يطلع لي 23 باوند فورس. طيب ايه كمان اللي انت محتاجه من الجدول؟ احنا قلنا اللي هو ميوزك واير، فانا عايز اجيب الثابت A والثابت M عشان اطلع الالتيميت التنس. ما نشيل الالتيميت التنس بيساوي ثابت A على D اس M. ايوه انا اطلع الثوابت دي عشان اطلع الالتيميت التنسل ده. طيب انت محتاجه؟ لا انا عايز الثوابت الاي والام. ليه الثوابت A والام؟ خليني اقول لك ليه. لان انا عايز اجيب ايه؟ اول حاجه بقى مهمه ايه؟ الواير بتاع الدايمتر الدي جابوه، استنتجنا المعادله بتاعته. استنتجتها من ايه؟ مش احنا استنتجناها من القانون الفاكتور سيفت ده مش بيساوي الاس اس واي على الماكسيموم شير ستريس؟ مضبوط، الاس اس واي هذا ده كان ثابت. ايوه كان عباره عن بيرسنت موضوع في ايه على دي اس ام. التشير ماكسيموم دوت كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن الكي بي كان موضوع في جيفن 8 8 كي بي 8 كي اس الاف اس الاف سوليد اف سوليد موضوع في سي مقسومه على باي في الديتا كبيرة. ده كده اللي هو التشير ماكسيموم. احنا عايزين نطلع طيب بالنسبه للسيفتي فاكتور ثابت قانون دي تشيل سترينت على تشيل ماكسيموم. ايوه مظبوط. تمام انا هرتبها بس هترتبها ايه؟ الدي دي نجمعهم مع بعض. الدي انا بستنتج القانون، ما تجيش في الحل بقى تستنتجه، بس انا بقنعك القانون ده يعني كده. ادي البرسنت اهو، ديت مقام المقام تبقى بسط اللي هي التتبيع دي، فتطلع فوق. يبقى انا عندي هنا ايه؟ ايه في هنا؟ يبقى عندي هنا اهوت هنا دي تتبيع، وهنا الدي ام ومعاه باي اهي لانه بيكون مضمط في المقام، وده هنا كي بي 8 اف سوليد موضوع بسي. الام دي تطلع فوق الاس بتاعها اهو، فتبقى دي اس 2 ناقص ام. يلا بقى طلع لي الدي لوحدها، اقول له اه ده دي 2 ناقص ام اس ام دي هتساوي ان اس في الكي بي في 8 اف سوليد في السي على البيرسين في باي في ايه. هتخلص من الاس ده اللي هي شايله الدي، فتطلع كده اس 1 على 2 ناقص ام. هي دي المعادله اللي انا هحل بيها. اه هذه يا ابو علي احفظها، حفظ ايوه هذه احفظها بقى، لان دي الطريقه اللي احنا هنحل بيها حتى في 10 3. حلو اللي هي تبع الدي الكل باور 1 اوفر 2 ماينس ام، هذه تحفظ. تمام. يبقى انا حفظت تمام دي مش هيديها لي؟ لا مش هيديها لي. طيب تمام اجي بقى اجي اقول له بقى طب فوق الميوزك واير، في الميوزك واير طبعا الدي اللي انت هتاخدها في التصميم بتاعك هيبقى داخل الرينج. طيب
في الميوزك كواير لو انا جيت بصيت للجدول بتاعي، الجداول اللي انا عايز منها الـ A والـ M اهو، هذا الجدول بتاع الـ A والـ M. انا عشان دي امسح كده عشان اشوف اهو الرينج اكيد اللي انا هاخده هنا. احنا شغالين بالنظام الامريكاني يعني، كواير وشغالين بالانش. يعني انا فين هنا فين الرينج بتاعه هيبقى في المنطقه دي اللي هي اللي انا عمال اظلل عليها دي. كويس، يعني الناتج بتاعي لازم يكون في الناتج في القيمه دي. فانا هاخد الثابت ده ادا ايه، و اسف ده الام وده الايه. طب ما خدتش ليه بالمليمتر؟ لان الوحدات كلها نظام امريكاني، فلما تبقى في النظام سيستم انترناشونال يبقى عندك على دي على الايه اللي هي بتقيمها بالمليمتر. خلي بالك، يبقى انا دلوقتي شغال دلوقتي اهو، هاخد دول الايه والام دي. وريني كده، ارجع بقى هنا اهو. يبقى في من التيب اللي هو 10 10 كام عشان اللي يرجع 10 4 اه تيب ال 10 4 طلعنا الايه وطلعنا الام. كان قيمه الايه 201 كي بي اس اي والام 145. قلت انا بقى اهو كله عندي. اذا الدي افكتو سيفت 1.2، الكي بي 1135 اهي، الاف سوليد طلعناها كانت ب 23 اهي، السي كنا مفترضينها هنا 10 حلو حلو، البرسنت كانت ب 45%، الباي الثابت ايه ده تفكه يبقى بالباوند بير سكوير، يعني هيبقى 201 في 10 اس 3. كل ده اس 1 ناقص 2 على 1 على 2 ناقص 145. طب يا استاذ، لو استاذ لو كانت بالميجا باسكال، بالميجا باسكال احطها ايه؟ اضربها في 10 اس 6 تبقى بالباسكال، يعني بالنيوتن لكل متر تربيع. هنا يعني انا استاذ لو انا شغال ميجا باسكال هي نيوتن لكل مليمتر تربيع. ايوه، فاحنا هنسيبها عشان يطلع لي ده بالمليمتر، يعني اضربها ده ايه في 10 اس 6 ما تنساش. طيب لما انا جيت حسبت دي، انا مجهز المساله اضرب عشان اضرب اضرب ب 10 اس 6 يطلع لي بالمتر، انا عندي لان هو هي اهو. نيوتن لكل مليمتر. طيب نبص هنا نشوف الاف اس هتبقى بالنيوتن حلو، والنيوتن يبقى تحطها زي ما هي بالميجا باسكال، يعني ما فيهاش تحويل. بالضبط يطلع لي بالملي. هيطلع بالملي، ما فيهاش تحويل. تمام. يبقى مش هنضرب في 10 اس 6 عشان الناس اللي مش موجوده، حطها زي ما هي. طيب نيجي بقى، انا حسبت دي طلعت لي كام؟ طلع الرقم ده 0.78 انش. طيب اقوم انا رايح للجدول تيبل A28 اشوف الرقم ده مش موجود في مكان التصنيع، مين اقرب واحد له؟ بتقول انت هتروح ل A28 اهو. ميوزك واير، فين ميوزك واير؟ ميوزك واير اهو. انزل عند 28 من 1000. طيب انزل تحت شيل كل ده اهو، أقرب شيء له 29. انزل اشوف هو كمان شويه. طبعا الجدول هذا بالإنش يا أبو علي، ده بالانش، فلو هو بالملي تقوم انت محول المساله، يعني كانت بالملي او ما انا اقسم على 25.4 عشان يبقى بالانش وادخل هو هنا. 2.54. انا الحل اللي هو 0.78، يعني اقرب واحد له ده ما خدش الا الصغير، ما هو الصغير هو 75، يبقى انا اخد ده. امشي كده اشوف رقمه كام، رقمه 30، رقمه 30. او ما ارجع اقول له ده انا هشتغل بالرقم 30، هشتغل بالرقم 30 هنا، يعني اقول راح له ناخذ دايمتر اللي اكبر من اللي عندنا. ايوه احنا ايوه احنا ناخد اللي هو الاكبر، ما هو تمام طلع تمام الاكبر واحد. طب هو لو فرق شويه يعني في الرقم الثالث ولو لقيته خلاص اخده، يعني نفترض مثلا كان طالع كده 75 2 وانا عندي في التيبل اهو في 75، خلاص خده راح مش اخذ مشكله، مش هتفرق ال 2% دي. طيب كده انا راجع اقول له اهوت ناو سيلكت
الدي تساوي 8 من 100 انش اللي هو 30 جيج. يعني الدايمتر ابو علي اللي اطلع فقط وديني الجدول واشوف اللي يقدرون يصنعونه. اي اللي هو موجود جاهز، مش تمام، انا يعني ما اقول لهم اعتمد لان اطلع بس يخليني اسوي سلكشن بس. تمام ادي كده واحد. طب طلعت دي، تيجي تطلع الدي مين؟ احنا لسه مش عارفين، جايز يكون غلط، انا لازم اتاكد من الشروط. طب الدي بتساوي السي في الدي، السي انا كنت مفترضها 10، الدي مين 18 من 100، 8 من 100، فده يطلع لي 8 من 10 انش. يبقى كده ده اللي هو الدي مين بتاع السبرينج. طيب احنا عايزين بقى نشيك ونشوف الفاكتور سيفتي برضه في الامان، ال سوليد وال فري، هل هو فعلا مقبول ولا لا؟ طيب لما جينا شفنا الفاكتور سيفتي قلت له طيب يبقى انت عايز تطلع الالتيميت، يبقى نقعد من اول اللي تشيك بقى، تشيك اللي كل طلب اهو. يعني هنا انتهى الحل وبدنا نسوي تشيك للاسامبشنز. ايوه لان هنرجع تاني لو مش مظبوط نشوف هنزود طيب وازود قد ايه واقلل او اقلل قد ايه، وهي دي الفكره بتاع المساله اهو. طب اتشيك انا هطلع اهو الالتيميت تنس، الالتيميت تنس ده عباره عن البيرسنت مضروبه في ايه على دي اس ام، البيرسنت 45، الدايمتر خلاص خدناه بقى 8 من 100 الجديد، الجديد النيو، فانا النيو اهو اخليه بيدي كده الجديد اهو. انت ابو علي في ستيب هذه عشان تحسب السيفتي فاكتور. ايوه اشيك اشوف هل هو تمام مظبوط ولا لا. تمام فالايه الايه مدهولي ب 201، سبته زي ما هو بالكيلو، حسبت ديت جيت لقيتها طلعت في باور ان. تمام ديت لما اضرب في البرسنت يبان الاس اس واي، يعني الايه على الدي او سي ام ده الالتيميت التنسل، لما اضربه في البرسنت يطلع لي الام الاسترينث كم هنا؟ الشمالي تاني، خلي بالكم الام اللي هو 145 اهو. تاني الالتيميتد ايه مقسوم على دي اس ام، لما اضربها في البرسنت يبقى يطلع لي السترينث شيريال، جيت حسبتها طلع لي 130.5 كيلو بي اس اي. طيب تعالى نحسب مين بقى اللي تشير اللي هي الماكسيموم، ده كان قانونها كان كي بي، كي بي كده خلينا كمباه وخلي البي دي سبسكريبت، كي بي في 8 اف سوليد في سي على باي دي تربيع، ده كان 1.25 في 8 الاف سوليد 23، السي انا كنت مفترضه في 10، وده باي الدي الجديده ب 8 من 100 تربيع، فلما جينا حسبناها طلعت ل 103.86 كي بي اس ار. جينا حسبنا الفاكتور سيفتي اللي هو الاس اس واي على التشير ماكسيموم يقسموا على بعض طلع لي 1.25 مقبول اكسبت، وقلنا لحد 1.3 اوكي طيب مفيش مشاكل يعني، طيب اكسبت. لو طلع اكثر من 1.3 لازم اغير في البارامترز اللي فوق. ايوه يبقى كده اول واحد يقول لك لا ده انت طالع بره قوي. طيب تعال بقى نشوف الايه ال اس والال نود والافكتيف نمبر بتاع السايكل. طيب قبل نكمل بالله ابو علي، السيفتي فاكتور رينج من 1.2 الى 1.3 بس، ما يزيدش عن 1.3. طيب ومينيموم 1.2. لو حد 1.1 اوكي 1.1 انا كاتبها من 1.1 لحد 1.3 اوكي كويس. ها كويس طيب تمام. تعال نحسب القانون ده برضو حفظ اللي هو الان افكتيف او الافكتيف نمبر بتاع اللي التيرمز، هو دي جي على 8 دي جي على 8 كي سيتا اي كاي. سي تكي. لما جينا حسبنا الدي اون تلتا 8 من 100، اما عايز الجي اقوم رايح بقى لجدول بتاع الجي واللي فيه الاي، تيبل كام 10 كام، تعال نبص كده اللي هو الاي والجي متهيألي فوق هنا اللي هو الاي والجي، لا يبقى تحت هنا ده بالدايمتر بالملي، احنا عايزين اللي هو حجه هو زي دوت بس القرايه بتاعته بالانش، بالانش
مش عايزين ده. طيب هو الجدول كده اللي انت فتحته هذا بالمليمتر صح يا ابو ده علي؟ بالمليمتر، احنا مش عايزين ده، احنا عايزين اللي هو اللي في يعني الانش. عدد الجدول انا هو واحد ملي وواحد انش. هو من تقبل 10 5 هنيجي نلاقيه في المدى بتاعه برضك، يعني انت هتيجي تلاقيه رينج، يعني انا جيت بصيت لده انت برضك هتيجي تلاقيه رينج. فالرينج بتاعي خلينا افتح اللي موجود هنا، خلينا نشوف هنا بتاع الدكتور عشان تشوفوا معايا الحل. الجداول 10 5 10 5 اهو، هذا وريني كده الموزيك واير اللي احنا شغالين بيها. الدايمتر احنا قلنا لحد كام؟ هو 8 من 100، ف 8 من 100 واقع هنا صح كده؟ راح يكون 81 جيجا باسكال. لا انا مش هشتغل بيه دي بقى، احنا قلنا دي بالانش، انا عايز اوكي ديت وعايز دي اللي هي بالبي اوكي اس اوكي ار، صحيح صحيح يبقى انا عايز بس صحيح. الجي اللي هي 11.75 لان دي موجوده في الرينج بتاعه اللي هو 8 من 100. لاني انا شغال في الانش فلذلك اخذ اليسار. فهي 8 من 100 لان 64% لحد، يبقى اذا هي في الرينج ده مظبوط. او ما راجع هنا المساله اهو لقيتها الجي طلع 11.75 جيجا باسكال. انت انا معوض اهو 11.75 بخليها بالكيلو. بالكيلو ليه؟ لان الكيلو اهو بالكيلو. كيلو باسكال كيلو بي اس اي. يبقى 11 في 10 اس 6، يبقى انت اي بتخليها بس بالكيلو. الوحده يا ابو علي جيجا باسكال كانت. ايوه كانت بالميجا باسكال، كانت بالميجا باسكال اهو ممكن ترجع الجدول للجدول بالله اهو، سريع كان يعني. ميجا باسكال، فانا بخليها بي اس اي، بخليها بي اس اي هي كويس، كانت ميجا بي ميجا بي اس اي. ام بي. ايوه ايوه فالراجل ده اهو، انت ليه خليتها كده؟ لان ده بي البي اس اي لكل انش فيبقوا زي بعض. فاللي هناك اللي هي لما تبقى بالنظام السيستم انترناشونال هتلاقي دي بالنيوتن لكل متر او نيوتن لكل ملي، او ما انا محول الجي ده اهي. هي لو بال لو انا بصيت للجدول ده مثلا اهو هنا موجوده بالايه؟ بالجيجا باسكال، فانا هخليها بالميجا باسكال يعني نيوتن لكل متر تربيع. يبقى اضرب بس في كام؟ في 1000. يبقى انا هشتغل الجي والاي بالميجا باسكال، هشغلهم بالميجا باسكال. فديت هتسيبها زي ما هي ما فيهاش تحويل لو هي بالميجا، انما الجي لازم اضرب في 1000 عشان تبقى ايه؟ ميجا. طيب لان الابعاد انا عندي بالملي اوريدي يعني. طيب نيجي بس نكمل حاليا بقى. في مسألتنا هذه وش يخليها؟ هل ارجع للوحده الاساسيه اللي هي البي اس اي؟ ايوه حولها البي اس اي، لان ما انا قلت عشان ده اهو الكي ده اهو بالبي اس اي بير انش، بالباوند بير انش، فعشان كده هيبقى زيه بالباوند. تمام. يبقى هنا في 8، الكي ده كنا مطلعينه 10، السي مفترضينها 10 اس 3. فلما جينا حسبنا الان افكتيف طلعت لي 11 75 تيرمز، داخل الرينج اللي هو من 3 ل 15. اوكي طيب هو بيقول لي الاندس كانت سكوير بلس جراوند، في السكوير ابو ده علي هتبقى بالسؤال بالله، البي اس اي هي نفسها الباوند فورس على انش صح؟ ايوه، ما هي اسمها تمام. باوند بير سكوير، بير سكوير انش تربيع، بير سكوير انش تربيع، فتربيع. وجنبك هنا في دايميتر اهو بالانش، فيضيع اللي مع تحت. اوكي تمام وصلت. طيب تعال نشوف بقى النهايه. الاندس اجي هنا الجدول بتاعي هنا، الجدول ده بيقول لي احنا عايزين ايه؟ سكويرد اند جراوند اهو. فبيقول لي انت عشان تجيب الان توتال تاخد الان افكتيف واجمع عليها 2. ماشي يبقى انا هاجي اهو اهو، يبقى اذا هجيب الان توتال طيب يا ابو علي، لو اخذت سكويرد لحالها هل مقبوله ولا كيف احدد يعني؟ هو هيقول لي، هو يقول لي مش هيسيبها لك كده، لان كل طالب ممكن يختار اللي يعجبه.
طب انت خدت ديت ليه؟ انا خدت اللي هو حال البيع 10 2 عشان اشوف الناتج بتاعها بالطريقه دي يبقى زيها ولا لا. تمام. فهو هو مش هيسيبنا عايم، ده هو هيقول لي الشروط بتاعتي. فالقلنا ال ان توتال هتساوي ال ان ايه زائد 2، يبقى اجمع دي عليها 2 تبقى 13 75. طيب عايزين نطلع ال ال سوليد، ارجع تاني للقانون اهو، قال لي ال ال سوليد علمنا عليه اهو، هات ال ال سوليد بتاخد الدي في ال ان تي ماشي اهو، يبقى ال ال سوليد اللي هو المفروض يكون اقل من 1 انش، ال ال سوليد ان في التي، اسف ان تي في الدي، ان تي في الدي ادي 13 75 والدايمتر انا مختاره 8 من 100. فلما جينا حسبناه طلع لي، طلع كام بقى؟ 1.1. 1.1 يعني اكبر من 1 انش. يبقى هنا وقف التصميم، ما ينفعش، ما كملش بقى واقعد اطلع ال 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 اس لا خلاص. طيب عايز انت تعمل ايه بقى؟ الفكره هنا بقى عايز انا اقلل ال ال اس. طب ال ال اس اللي يحصل اقلل ال ان تي، لازم اقلل الدي. اللي انا اقدر العب فيه اقلل ده، خلي بالك تمام. اقلل ال ان تي. طب لما اقلل ال ان تي انا ماليش دعوه ده، لان ده اصلا معتمد على عوامل تاني. طب لما اقلل ال ان تي، ال ان تي يقل، يقلل ال ان افكتيف، ما هو مرتبط بيه اهو. طب ال ان تمام. افكتيف ده مرتبط بالسي ازاي؟ لو انا رسمت علاقه كده، العلاقه ما بينهم عكسيه، وانا ديت قايلها في اول كلاس، هنا سي وهنا ان افكتيف، علاقه عكسيه، زيادة 1 في السي يساوي زيادة 4 في الان اي. 4 أو 3.5 أو 3 في الرينج ده. يعني إيه يا أستاذ؟ يعني أنا عايز أقلل دي، أقللها، أقللها. يبقى همشي إزاي؟ أمشي كده، يبقى السي يحصل لها إيه؟ تزيد، السي صح راح كده؟ أنا عايز أقللها، أمشي كده يا أستاذ، أمشي كده، أمشي كده. عايز أقلل، أمشي كده، راح يوم ازيد السي. السي. طيب أنت عايز تقللها قد إيه؟ عايز اقللها قد ايه؟ طيب اجي اشوف هنا، بعمل تشيك اهو، انا عايز ده اهي، عشان دي لو ديت واحد، انا بسال نفسي لو ديت واحد، فبقول له 1 قسمة 8 من 100 يطلع لي ان توتال 12 ونص، شلت منه يعني اتنين. لازم اقصى شيء للان توتال 12 ونص. ايوه المفروض. تمام. فانا عايز ايوه. اقللها اتنين، عايز اقللها حلقتين او اتنين تيرمز، يعني مش 3 ونص. ما 3.5 ديت معناها ان ازود السي تمام. واحد. اللي انا ابغيه الان الان توتال ان اكتف الافكتيف لازم انقصها 2. الاثنين ديت تمام. تعادل قد ايه في السي؟ تعادل نص، نص وشويه في الزياده. ما انت قلت لي يعني تقريبا 3.5 ترم، وتقابل هنا اهو ده كده تغير في ان ايه؟ يقابلها تقريبا تغير واحد في الدلتا سي. لو ده زاد، لو ده قل، لو انا عايز اقلل ال ان افكت ب 3.5 ازود ده واحد، والعكس مع بعض، لو انا عايز ازود، عايز ازود ده 3.5 اقلل ده واحد. طب هو كان كام؟ يعني عشرة، من عندي الآن أزيد السي تقريبا نص. نص وشوية كده. فانت 0 هتجرب بوينت. برضه. يعني هو ده الترايل الناجح اللي على نفس ده. ايه بقى؟ انا هطلع اغير القلم عشان ما ايه، ما نحسبش تاني ده كله. هتعمل ايه؟ هطلع فوق اهو، هقوم قايل له نوت من اول السي، افترضها 10 ونص، 10 و6، 10 و3، 10 قصدي 5 3 كده. فانا لما جيت حولتها خليتها كام؟ 5.5 وأكثر يا أبو علي، مش أقل. ايوه، ما نقول 10 ونص، اقول لك انا 10 بس كده. 10.5، زودت الايه؟ نص اهو، نص تمام. القيمه. طيب نيجي نحسب الكي بي الجديد، لما خليتها 10.5 طلع لي 1.28 الناتج الجديد اهو، يبقى الناتج الجديد باللون الازرق اهو. طيب لما جيت الاف ماكسيموم زي ما هي ملهاش تأثير، اجي احسب الدي بقى، الدي لما جينا حسبناه، الدي لما جينا حسبناه كله طبعا السي اتغيرت، قلنا هنا 10.5، الكي بي بقى 1.128 كله ثابت زي ما هو. جينا لقينا الدايميتر طلع كام؟ الدايميتر طلع القيمة دي،
صفر سبعة تسعة إنش، لما زودته نص غيرنا السي وطلع لنا الكيب الجديد، يعني برضه يطلع كام؟ 8 من 100. طب حلو، يعني ده يطلع هنا 10.5 في 8 من 100، فيطلع لي الدايميتر الجديد طلع 8.4 إنش. طيب الاس اس واي ما انت غيرت لي، لما غيرتوش، ما ده زي ما هو قلنا 8 من 100 واخترته من الجدول، اخترته من تغير الدي يا ابو ما علي. تغيرش، ما هو 89، ما انت هتخش جوه الجدول وهتلاقيه اقرب واحد له اللي هو 8 من 100، عشان قلنا اجل ابص اوكي ده اوكي صح مش موجود في صحيح 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 الماركت، فلقينا 8 من 100 اقرب واحد منه، فده يطلع زي ما هو، تمام. لكن اللي تشير ماكسيموم يتغير، ده هو يتغير لان الدايمتر الجديد في الكيبي ده اتغيرت، بقت 1.128 وسي برضه صوت 10 ونص. ودي بقت 10.5، فوجدنا اللي تشير ماكسيمم طالع قيمته 108، 108 بوينت 38، 108 بوينت 38. فتيجي تحسب الفاكتور سيفتي الاقيه فعلا 1.2 زي ما انت افترضته فعلا. حلو، بشرى، كويس. طيب نرجع نكمل بقى الان اكت، قلنا ده زي ما هو والكي زي ما هو، بس السي ده ايه بقت 10 17.5 ونص، كعبتها لقيت الان افكتيف طالع قيمته كام؟ طالع قيمته 10.5 فعلا، قال اهو. والان توتال اضيف عليه 2 بقى 12 15 تيرنز. جيت حسبت ال اس، لما اخد ال 15 و 12.15 ضربتها في الضمير اللي هو 8 من 100، جيت لقيته فعلا اقل، طلع كام قيمته؟ 0.972 9 7 2. حلو، يبقى كده اكمل. ايوه اكمل بقى، اكمل ايه؟ عايز اطلع ال نود. طب ال نود ده تجيبه ازاي؟ لو انا بصيت للقانون هنا بتاع 10 1، ال نود مرتبط بالبيتش، مش هقدر اجيبه خالص الا لما يديني بيتش. عمال افكر في ايه؟ افكر ان ال نود ده بيساوي الواي سوليد، ديفليكشن زائد سوليد. ده الديفليكشن بتاع نتيجه السوليد، يعني يا استاذ كان هو النابض كده، فلما تضغط عليه ويبقى ملامس لبعضه خالص، ايوه مقدار الانضغاط ده اهو بنسميه واي اس، وده ال اس الطول ده، فباخد الواي اس زائد ال اس. طب الواي اس اجيبه منين؟ إيه؟ ايوه ما انا عارف ان الكي له اكتر من قانون، القوه على الديفليكشن او اف ماكسيموم على الواي ماكسيموم، او اف سوليد على الواي سوليد، ده انا بدور عليه، يبقى الواي سوليد باخد الاف سوليد على الكي، ما انا حسبت الكي من ده الاول او من بدلاله دي. طب الاف سوليد اللي هو 1 زائد الابسيتا موضوع في اس اف ماكسيما على الكي، طلعناها دي 23 والكي كان ده ب 10، لما قسموا عليه 2.3 انش. اذا ال نود اللي هو الفري واللي لينكس، سالب 4 ايوه كان بيساوي زائد ال اس اللي هو 972، جينا حسبنا طلع 3.27 انش، يعني اقل فعلا من ال 4 انش. حلو خالص اهو، كويس. طب فاضل لنا مين؟ الباكلينج، الميوزك واير والهارد دراون، ده ستيل. ستيل ففوق فوق الستيل قلنا ان ال ال نود المفروض يكون اقل من ال كريتيكال، ال ال كريتيكال قانونها كام؟ لما جينا شفنا ال ال نكتبها قانون ابو علي مباشر، نكتب للنود، النود اصغر منها يساوي 2.63 ضرب دي على حاجه 2.63 مضروبه في مين؟ في كانت بدون ال اللي يساوي اللي في السلايد اللي في الاوراق، كانت النود اصغر منها ويساوي. ايوه انا كاتب هنا ايه اللي كريتيكال اهي، الثانيه هنا ايه اللي نود اقل من او ايه اللي كريتيكال اهي كده، انا كاتب تمام بس تمام ايه اللي نود اهي. قاعد تحسب الطرف اليمين. ايوه فلما جينا حسبنا ايه اللي كريتيكال، اشوفه ايه علاقته بالال نود ديت، المفروض يكون ال نود ده اقل من القيمه بتاعت ال كريتيكال. طيب هنا الالفا مش جايب لي سيرتها، فاحنا هناخد اللي هي اقل قيمه خالص اللي هي كام؟ نص نص، ان هو اللي هو يكون نعتبر انها بتوين تو بارلل بليتس. بقول له اسيوم السبرينج
لان الكونديشن مش عندي يعني هنا. اي هو هيقول بقى في المساله between two parallel plates فتبقى الالفا قيمتها بنص. فلما جينا حطيناها بنص لقينا جينا ال ال كريتيكال 2.63. ال ال نوت ده القانون بتاعه هنا ايه كام؟ القانون بتاعه بص عليه اهو هنا دي في الدايمتر. ايوه في الدي يعني هنا في دي. فالدي لما جينا حسبناه كان طلع 84 على نص، جينا لقينا ده طلع 4.41 انش، وهو كان طالع كام؟ 3. فهو اقل منه يعني ال ال نود اقل من ال كريتيكال، يبقى نو باكلينج. كويس كده احنا حققنا الايه؟ الديزاين. طيب سؤال لابو علي قبل ما نعدي السؤال هذا. في التغيير اللي طلع معانا عدد غلط، رحنا غيرنا ال ان اي احنا صح؟ اي طيب لو بغيت تغير الدي لانها كانت الان اي مضروبه في الدي، لو بغيت او الان تي مضروبه في الدي، ايوه هذه السوليد هو كله هو كله هو ان تي في الدي، هل اقدر اغير الدي؟ لا لا ما نغيرش الدي ابدا، انا ما بغيرش الدي الا اعتمادا على السي الاول. انا بشوف السي ديت ازودها ولا اقللها. فانت لو بصيت ان ال سوليد اهو في ان في ان تي في ان تي في ان تي في ان تي، فهو مرتبط معاه. يعني انا عايز اقلل ال ان تي عشان اخلي ال سوليد قليل، يبقى ال ان اف لو غيرت الدي بناء عليه راح اغير السي، فالافضل اني اروح للسي مباشره. ما تغيرش الدايمتر ده، انت بتحسبه اعتمادا على السي. سي. طيب تعال نشوف المساله اهي، تعال نشوف دي 10 3 هنحلها برضه بنفس الطريقه دي. شوف هنا بيقول لي ايه، بيقول لي اعمل لي ديزاين لكومبرنشن. خلي بالك ده كومبرنشن مش اكستنشن، الاكستنشن اسهل من ده شويه. ديزاين كومبرنشن سبرين ما هو كاتب لي بلين اند، بلين اند ايوه، عشان اشوف اقدر اطلع قانون ال اس، عشان اقدر اطلع ال ال اس واطلع ال ال دي من هنا. فين ده يا استاذ؟ اه انا لسه هنا اهو، هو ايه اللي اشتغل على ده؟ بلين ده اللي هو تيبل 10 1. طيب ارجع تاني اهو، هو بيقول لي ايه؟ هو بلين ان استخدم لي هارد دراوت يعني ستي ماشي. الديفليكشن وجدناه 2.25 لما كانت القوه كام؟ 18. طيب هل دي ماكسيموم؟ لا مش هل دي اف سوليد؟ لا لا هذه الماكسيموم. طيب هل هي ماكسيموم؟ استنى ممكن ما تكونش ماكسيموم، لان لو اداني قوه ثانيه هعمل تشيك. يعني ايه؟ كاتب له اهو اند تو كلوز سوليد، هذا الاف سوليد اهي، يعني الاف سوليد بتساوي 24 باوند فورس. طيب لو انا افترضت ديت اف ماكس هي مش هتفرق معايا، يعني خدت 18 ضربتها في 1.15 من 100 لقيتها طلعت كام؟ طلعت 20. لا يبقى دي مش الاف ماكس. طب وانت محتاج اصلا اف ماكس؟ مش محتاجها في حاجه، ده انا كنت بسميها اف ماكسيمم لما تكونش اللي هي اللي معطاه. ليه؟ عشان اطلع مجهول. عشان اطلع دي اصلا، ما هي الاف سود دي اللي